الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، رمضان شهر القرآن، وهذا معلوم لأكثر أهل الإيمان. يوجد رابطة قوية بين الصيام وبين القرآن في شهر رمضان، وهذه الرابطة آتية في الآيات والأحاديث الشريفة دالة على هذه الخصوصية من جهتين. الأولى من جهة نزوله، يعني نزول القرآن في شهر رمضان. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نعم، إن خير الكلام نزل في خير الزمان. إن أنزلناه في ليلة مباركة، وفي آية أخرى إن أنزلناه في ليلة القدر. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر. قال الله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالوحي ونزول القرآن عليه في شهر رمضان. هذا النزول فيه تشريف للزمان الذي اختاره الله لنزول القرآن، ولأفضلية رمضان نزلت الكتب السابقة فيه أيضا. وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصية الشرف لرمضان فقال: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. هذه الجهة الأولى. أما الجهة الثانية، ارتباط القرآن بالقيام والصيام الذي فيه مجاهدة العبد لنفسه وهواه، وأن هذا القرآن يشفع لصاحبه كما يشفع الصيام. في الحديث: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا أن يعرف أمته على ذلك. جاء عن سيدنا ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث فيه دلالة على استحباب دراسة القرآن ومدارسته في شهر رمضان، والاجتماع على ذلك، وعرض القرآن على من هو أحفظ له. وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان، وأن مداومة التلاوة توجب زيادة الخير. وفيه استحباب تكثير العبادة في آخر العمر ومذاكرة الفاضل بالخير، كما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل عليه السلام. وفي الحديث عن السيدة فاطمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم أخبرها أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني، يعني دارسني، هذا العام، يعني العام، مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي. وإن المدارسة بينه وبين جبريل كانت ليلا، وهذا يدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلا، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل ويجتمع فيه الهم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر لآيات الله، كما قال الله: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان أكثر من غيره، وقد صلى معه حذيفة ليلة في رمضان قال: فقرأ بسورة البقرة، ثم بالنساء، ثم بآل عمران، لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل، فما صلى الركعتين حتى جاءه بلال فآذنه بالصلاة. من هنا أيها الأحبة الصائمون، يجب علينا فهم السر في مراجعة سيدنا جبريل القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في آخر مرة، والواجب كذلك الحذر
من ترك قراءة القرآن وتدبره في هذا الشهر المبارك فإنه ترك للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تلاوة القرآن في هذا الشهر الكريم سبب لشفاعته لصاحبه، فعلينا أن لا نفتر عن ذلك وأن نتذاكر ونجلس في حلقات القرآن ونبتعد عن جلسات الغفل واللهو والعصيان التي كثرت في هذا الزمان بسبب كثرة المشاغل ووسائل التواصل والشبكات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يجعلنا من المغتنمين لأيام شهرنا العظيم، آمين. بجاه النبي الأمين، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.